خلينا نبتدي مع بعض بأبرز الأخبار اللي حصلت امبارح. رئيس الوزراء زار مركز تحديث صناعة السيارات بجنوب أفريقيا. كمان الحكومة نفت وجود عجز في الكميات المعروضة من الرز في الأسواق ومنافذ التموين، وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء زار مركز تحديث صناعة السيارات ومصانع لإنتاج السيارات بجنوب أفريقيا، بالإضافة لزيارته لمجموعة من مواقع الإنتاج والتجميع وقطع الغيار، واستمع لشرح من مسؤول الشركة حول مراحل الإنتاج وآليات التدريب وخطط التوزيع والحوافز اللي بيتلقوها من حكومة جنوب أفريقيا. امبارح أكدت الحكومة إن الأخبار اللي انتشرت بخصوص وجود عجز في الكميات المعروضة من الرز بالأسواق والمنافذ التموينية نتيجة تراجع المخزون الاستراتيجي من المحصول هو كلام غير صحيح، وشددت على توافر كل السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها الرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منه كل يوم كسلعة تموينية وحرة بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين بكل محافظات الجمهورية. امبارح أكدت وكالة الأنباء الصينية شنخوا أن الإعلان عن دعوة مصر وخمس دول أخرى هي الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للانضمام لبريكس كأعضاء جدد هو علامة فارقة تاريخياً في تعزيز زخم التعاون في إطار المجموعة وأيضاً تضامن الجنوب العالمي. أما بالنسبة لأخبار المحافظات ففي مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة حصلت في محافظات مصر امبارح، واللي طبعا من أهمها افتتاح حمام موسى بمحافظة جنوب سيناء، ده بعد توقف 5 سنوات، بالإضافة أيضا إلى انطلاق فعاليات مبادرة خطى لدعم ذوي الهمم بمحافظة سوهاج. كمان معانا إعادة الشيء لأصله في 7 شوارع بحي عمرية أول بالإسكندرية، و139 رحلة طيران سياحي دولية بتوصل لمرسى علم. خلينا نتابع بقية التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها محافظة جنوب سيناء اللي افتتحت حمام موسى في مدينة تورسينا بعد توقف 5 سنين بسبب أزمة كورونا، وتم تحديد سعر تذكرة الدخول لأهالي المدينة ب10 جنيه للفرد و20 جنيه للأسرة كلها. محافظة سوهاج شهدت انطلاق فعاليات مبادرة خطى لدعم ذوي الهمم في المحافظة، واللي بتنظمها مؤسسة حياة كريمة في الملعب الفرعي باستاد سوهاج الرياضي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كل أوجه الدعم اللازم لجميع المبادرات اللي بتستهدف دعم ورعاية المواطنين من مختلف فئات المجتمع وتوفير حياة كريمة ليهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. محافظة الإسكندرية أعلنت أنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في 7 شوارع في حي عمرية أول بعد انتهاء شركات المرافق من أعمالها، نظراً للاستجابة السريعة للمواطنين والتنسيق بين مديرية الطرق والحي لتحديد الشوارع اللي اشتكى منها المواطنين. مطار مرسى علم الدولي هيستقبل بداية من اليوم السبت والحد نهاية الأسبوع اللي جاي 139 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وهيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين ونقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع بأجازتهم على شواطئ البحر الأحمر. محافظة المنوفية أعلنت عن تحصين 346,189 رأس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة بنسبة تنفيذ 96% من بداية العمل بالحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلعية والوادي المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة. أرض مطار رحلات البالون الطائر في محافظة الأقصر شهدت انطلاق 25 رحلة بصورة طبيعية على متنها حوالي 376 سائح من حول العالم بسبب استقرار حالة الجو بالمحافظة. الفريق الطبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى هاهي المركزي بمحافظة الشرقية قام بتفعيل وحدة مناظير الأنف والبيوب الأنفية للمرة الأولى بالمستشفى. مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية في بورسعيد أعلن عن استخراج 45 تصريح لمحال تجارية مشاركة بالأوكازيون الصيفي لعام 2023، وسط تعليمات بتجديد الرقابة على المحال التجارية الغير مشاركة بالأوكازيون للتأكد من عدم عمل تخفيضات وهمية للمواطنين والمرور على الأسواق
وتحديداً فيما يخص مجال الأوكازيون للوقوف على مدى التزام التجار بتحديد نسب الخصم ومدته على المعروضات.